كل هالمهانات هذه. مثل ما تعرف بعد تحرير قرية الجدعة والجواعنة بدينا نفتش المنازل مع المواطنين اللي كانوا يستخدموها هم مضافات إلهم ويستخدمونها كمقرات. بدينا ننظفها من العبوات الناسفة وننظفها من الأسلحة اللي هاي تشوفوها عندكم حتى يقدرون المواطنين يرجعون لبيوتهم، يعني منازلهم إنه منازل نظيفة وما بيهش. زين هاي الأسلحة هل هي تصنيع هم يصنعوها ولا هم مشتريها من أسواقهم مثلا أسواق الأسلحة؟ والله هاي الأسلحة هسه حاليا الموجودة قدامك تقريبا كلها أسلحة تصنيع محلي هم يعني يصنعوها. هذا الهاون اللي يسموه يعني مدفع جهنم اتصور، هذا الهاون عيار 240، هذا هم يعني هم يسموه جهنم، هذا تصنيع محلي. شوف هاي الركائز مالته الصفيحة مالته، هذا اللي هنا عثرنا عليه الموجودات. زين هم عندهم يعني معامل خاصه لتصنيع، عندهم امكانيه معامل ويصنعون الهاون ويصنعون القذيفه مالته، وهاي المعامل يعني مخليها بمناطق اداريه لهم يعني بعيده عن هنا القطاعات اللي موجوده عندنا. زين بعد انا شفت مواد متفجره ممكن نشوفها هسه. هاي المدفع 140 240 العفو، هذا تصنيعهم تصنيع محلي، وهذا تقريبا عيار 81 او 82 هم تصنيع محلي بس مقارب للهاونات اللي عندنا 81، وهذا 120 هذاك الفاي الصفائح مالته كامل. هذا صواريخ حراريه ضد الدروع، هذا مو تصنيع محلي، وانما هذول شلون يحصلون عليهم؟ والله يحصلون عن طريق انه عندهم تدرع، عندهم امتداد بسوريا او يعني بطريقه اللي هم كانوا يستوردون بها اكو بعض الاسلحه اللي ما يقدرون هم يصنعوها. هذا ما يقدر يعني ما يقدر احد يصنع اذا مو شركه، فانت تقدر تصور هسه الماركات مالته اي وتشوف انه تصنيع مالته من دول اجنبيه موجوده. المواد المتفجره الموجوده ممكن تشرح لي عنها بس شلون يحصلون عليها؟ هل هي تصنيع شو هاي المواد المتفجره الموجوده هنا؟ هسه عندك هاي القنبره، هاي اللي قلت لك عليها 120، هذا الهاون 120، هاي تصنيع محلي على قياسات هم يرتبوها. مثل ما تعرف هاي الحشوات اللي هم يستخدموها بالهاون، هاي الحشوات، وهاي ال 240 اللي هي اللي يسموه جهنم، اي هذا اللي يسموه هم جهنم، هذا الهاون الكبير، هاي تصنيع شوفه تصنيع محلي. تصنيع محلي. زين هاي المواد المتفجره عندك هاي ماده السي 4 اللي هم يستخدموها، هاي هم مو تصنيع، هذا هم يعثرون عليها يعني يدبروها بطريقه مثل ما دبروا الاسلحه اللي يعني شراء من الاسواق وشراء ايه من الاسلاك. هاي الاسلاك يستخدموها للاتصالات، يستخدموها بتفجير العبوات عن بعد، يعني طريقه سلكيه، يعني تفجير عبوات بطريقه مسيطر عليها. هاي الخراطيش هاي يستخدموها كحشوات القذائف الهاون. زين انا لاحظت ورقه موجوده، ورقه على هذه الهاونات انه هيئه التصنيع، هل عندكم عندهم اي شكل هيئه؟ بالضبط هم عندهم هيئه، شلون عندهم وزارات التعليم او عندهم الحسبه، يعني ما عندهم التصنيع اللي هي خاصه تصنع للقطاعات فعلا هو شيء مرتب، هاي الورقه مكتوب عليها التاريخ بحيث بها التاريخ والصنع، يعني كانما صنع شركه. زين هذه الاكياس الصغيره الموجوده هنا، هاي الاكياس، هاي الاكياس حشوات يستخدموها لهاي القنابر. شنو الماده الموجوده بها داخل هذه الاكياس الحشوه؟
هي هاي الحشوات اللي يستخدموها لزيادة المدى يعني. زيادة المدى هي نفس السي فور؟ لا 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 مو السي فور، لا هي المادة الحشوة يستخدموها تزيدون بها مدى القذيفة. أما يستخدمون الخرطوش وهذا أعتقد المدى مالته يصل من 750 إلى 800. سيادة الرائد شنو هي كمية الأسلحة والأعتداء اللي عثرتوا عليها؟ والله عثرنا هاي هسه كنموذج موجود حاليا عندك فعلا. أما أسلحة والله يعني كان عندهم هنا سلاح يعني ومخازن عتاد تركوها وهربوا نهائيا، حتى ما مستخدميها يعني، هم جايبيها انه يدافعون بها او يستخدموها فما استخدموها، عافوها ورجعوا للخلف باتجاه القياره او باتجاه الشوره والحمام. اكو مكانات، اكو سجن موجود حاليا كانوا يستخدموه هم يسجنون به، حتى ساجنين به نساء ورجال يعني هم كانوا مواليهم.